اتوقع يا جماعه الخير اني اكتشفت حب جديد لي في عالم المسلسلات والافلام، او بالتحديد انا مكتشف من زمان، بس الحين اتاكدت ايش هي نوعية الافلام والمسلسلات اللي تجذبني فعلا وتخليني مستعد اتابع لو 100 فيلم او 1000 حلقة من مسلسل بنفس فكرة مسلسل اليوم او المسلسل اللي بنتكلم عنه اليوم. اليوم يا جماعة راح نسولف عن المسلسل الرائع والرهيب والمجنون والتعيس والعويص سيفرنس او الشطر. انا بقول لك شطر مش شطر وسطر، لا اقصد شطر لما تقسم الشيء نصين شطره ونصفين. والمسلسل هو من ابل تي في. ويا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. اتوقع المقدمه هذه ما راح تتغير، ما هي راح تتغير، كل ما احاول اغيرها تظهر اوتوماتيكيا كذا تخرج. على كل حال يا جماعه الخير، فيديو اليوم ما راح يكون ملغوص ولا راح يكون فيه حرق ولا راح يكون فيه فوضى كثيره، هو مجرد توصيه ومشاركه تجربتي معاكم كذا على السريع، لانه فعلا المسلسل هذا مرة عجبني وأتمنى أنكم كلكم تعطوه فرصة. يا خلونا نخلي ذا الفيديو جزء من سلسلة اعطيه فرصة. What is it we actually do here? على كل حال يا جماعة الخير، مسلسل سيفرنس للأمانة قد يكون المسلسل اللي رجعني إلى عالم المسلسلات بعد انقطاع طويل جدا. أغلب المسلسلات اللي أنا قاعد أتابعها الحين كلها إما مسلسلات قديمة بدأت فيها وجالسة أحاول أخلصها، أو إنها جالسة تنزل، يعني لسه ما نزلت مسلسلات نزلت زمان تابعتها ووقفت وحاليا قاعدة تنزل من أجزاء جديدة زي بيتر كول سول وذا بويز وغيرهم. من فترة جدا طويلة ما تابعت أي مسلسل جديد، ماني قادر أفتكر متى تابعت مسلسل جديد، ما أفتكر. كل ما ارجع كده بالذاكره لورا ايش اخر مسلسل جديد تابعته، ما في، كل المسلسلات اللي قاعد اتابعها اشياء قديمه انا مرتبط فيها من سنوات. شغفي تجاه المسلسلات صار ضعيف، ماني عارف ليش، ما عاد ابغى اتابع اي مسلسل، صرت انسان انتقائي بزياده في المسلسلات. الافلام اوكي قاعد احرق فيها وقاعد اطحن، المسلسلات ما عاد ابغى ارتبط بشيء زي كده الا يكون عليها القيمه، فاهمين؟ موضوعنا اليوم عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيه هو مسلسل سيفرنس او الشطر، مسلسل اخذني من قلب فقدان الشغف ورجعني لموال احرق حلقه ورا حلقه. علمكم الموال هذا انا من زمان متقاعد منه، يعني تخيلوا المسلسل كله على بعضه 9 حلقات تقريبا بمعدل 45 دقيقة للحلقة، خلصته في وقت قياسي جدا، خلصته تقريبا اجمالي ساعات ما تتجاوز نص يوم. يا الله نسيت هذا الشعور، والله نسيت هذا الشعور، نسيت شعور كيف اني اجلس كذا احرق حلقة ورا حلقة، تعرف الحماس اللي اللي بعده. اخر مرة سويت هذه الحركة كانت ايام ذا ليفت اوفرز. حقيقة يا جماعة المسلسل مسكني من مكان توقعت انه مات فيني من زمان، ولكن اكتشفت انه هذا المكان لازال باقي فيه شوية نبضات، ومسلسل سيفرنس انعش المكان هذا وخلاني اتحمس لمتابعة هذا المسلسل ويمكن عالم المسلسلات، مدري. قصة المسلسل يا جماعة غريبة عجيبة إلى حد ما، ولا تشيل هم زي ما قلت لكم ما راح يكون في حرق، هي مجرد سواليف ومحاولة لتوضيح فكرة المسلسل علشان برضو أنت تتحمس. كيف بحمسك للمسلسل؟ لازم أحكي لك شوية عنه، ما راح أحرق ولكن راح أحكي لكم عن فكرة الرئيسية، وآي بروميس يو الموضوع يستحق أنكم تعطوه فرصة. طيب يا جماعة تخيل أنك بمجرد ما تدخل من باب شركتك أو المكان اللي أنت تشتغل فيه تتفعل شخصية داخلك، شخصيتك الحقيقية اللي انت تعرفها وفيها طفولتك وذكرياتك ودراستك وحياتك وزوجتك وابنائك واهلك واصحابك تختفي تماما، ما عاد يصير لها وجود داخل بيئة العمل، بمعنى اي شيء يحصل داخل بيئة العمل هو شخص ثاني قاعد يتعامل معه مش انت، انت مالك وجود، انت انطفيت، احد سوالك شت داون وشغل شخص ثاني يشتغل بدالك، بس في جسمك بعقلك باعضائك بكل شيء. ولكن اي شيء يسويه هذا الشخص اللي تفعل بالنيابة عنك ما راح تعرف ايش سوى ولا راح تدري ايش قاعد يسوي بالضبط داخل هذه الشركة، لانه اللي قاعد يسويه اوكي هو جسمك ولكنه مش وعيك، وعيك انشطر الى نصفين، سيفرنس الى نصفين. بمجرد تدخل العمل انت شخص جديد مش انت، لا، في شخص جديد يستولي على جسمك ويبدا يشتغل بالنيابه عنك ولكنه موجود داخلك بس انه نايم، ما يصحى الا داخل الشركه داخل مقر عملك بس، وانت اخر شيء بتكون فاكره انك دخلت من باب الشركه، ايش في بعد كذا ما تدري، ومتى تصحى؟ تصحى لما تخرج من باب الشركه بوم. والله ماني عارف الموضوع ملغوص صح، فهمتوا حاجه؟ احد فهمي؟ لا ما احد فهم. طيب خلوني ابسط لكم اكثر، تخيل انه في شخص عايش داخلك نايم ما يعرف اي شيء عنك وانت ما تعرف اي شيء عنه بس انه نايم جواتك، اول ما تدخل من باب شركتك انت تصير مكانه وهو يخرج، وبنفس الشيء هو ما يعرف شيء عنك وانت ما راح تقدر تعرف شيء عنه، يعني حرفيا ممكن يكون عندك اصحاب داخل العمل، حبيبه، خطيبه، صديقه، صديق، ذكريات،
مضاربات، مشاكل، شخصيتك الأساسية ما تعرف شيء عنها أبداً. أتمنى أني حاولت أبسط، لأن أحس أني مهما حاولت أبسط الموضوع قاعد أعقده بشكل أكبر، صح؟ ولكن الحلو والجميل عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة إنه هذا المسلسل وصل الفكرة بشكل جداً مجنون وعبقري، عبقري إلين خلاص. I'm in love with this. غير انه يعني بيئة العمل اللي صمموها كذا مرة غريبة وعجيبة، وتحس انها تخدم الفكرة بشكل مرة واو لو فكرت فيها كذا منطقيا. ما ابغى سولف يعني ما بحرك. وللامانة المسلسل ترى له ابعاد مرة كثيرة، مش هذه فكرته بس اوه شخص يشتغل بدالي وانا اشتغل بداله واو وناسة. لا، المسلسل له ابعاد مرة كثيرة. المسلسل يناقش قضايا فلسفية ووجودية ونفسية بشكل مباشر او غير مباشر، ويتكلم برضو بشكل مباشر وغير مباشر عن حرية الارادة وعن فقدان الهوية وعن عن الأنا، من هو الأنا، كيف أكون أنا إذا مش أنا، لو إنه صار فيه نسخة ثانية مني هل أنا بظل أنا ولا مش. آه يا جماعة قوي 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 أحب هذا. فضلا عن إنه هذا المسلسل يا جماعة يطرح علامات استفهام وتعجبات جدا كبيرة فوق رأس كل شخص يتابعه. طول المسلسل للأمانة طول المسلسل وأنا كده في أسئلة كثير. المسلسل يخليك تفكر، يخليك تطرح أسئلة، يخليك تقول كي ها إيش أو ويجاوب عليك مع الوقت، يجاوب عليك ما يتركك أهبل يعني، لا كويس قاعد يجاوبك حقيقي. فكرة المسلسل كده تخليك تغرق في بحر من التساؤلات، وهذا أكثر شيء أحبه، لأنه المسلسل يخليك طول الوقت مركز مع كل حدث قاعد يصير لأنك قاعد تطرح أسئلة. المسلسل يا جماعة تصنيفه دراما وغموض وخيال علمي، ولكن اسمحوا لي يعني أضيف تصنيف إضافي من عندي وهو رعب نفسي. المسلسل فيه كمية رعب نفسي ما هي طبيعية أبدا. أتوقع معظم كوابيس البشر موجودة داخل هذا المسلسل شاءوا أم أبوا، سواء شفت هذا الشيء أو ما شفته، سواء لاحظته أو ما لاحظته، سواء استوعبته أو ما استوعبته. المسلسل هذا فيه كمية كوابيس أتوقع معظم البشر يخافوا منه. محدثكم ملقو، شفت فكرة المسلسل مرة عجبتني، رحت أبحبش وراه، وكلنا إيش كذا ملاقيف وراء الشيء اللي نستمتع فيه. لما نشوف فيلم حلو نحب نشوف من المخرج من الكاتب، فرحت على موقع IMDb وقلت يلا يلا لأني أبغى الكاتب اللي كتب المسلسل ذا أبغى أشوف إيش أعماله الثانية. حبيت عقله، حبيت تفكيره. هذا النوع من الأفلام والمسلسلات مرة أحبها، فيها شيء جدا جذاب بالنسبة لي. أنا ماني قاعد أتكلم بالنياب عنكم، لا والله أتكلم بالنياب عن نفسي. يعني نوع هذا المسلسلات والأفلام والأفكار هذه مرة تجذبني، مرة استمتع فيها ومستعد أتابعها مرة ومرتين عادي. المهم دخلت على موقع IMDb، طلع لي اللي كتب المسلسل هذا شخص اسمه دان إريكسون. أحا مين يصير هذا، أول مرة أسمع فيه. واكتشفت إنه دان إريكسون يا جماعة مسلسل الشطر أو سيفرنس هو أول مسلسل كتبه في مسيرته المهنية كلها. وات ياب، تخيلوا إذا هذا أول مسلسل سواه أو أول عمل كتبه. أنا ما أقدر أقول إلا الآدمي هذا إذا عرف يضرب في المكان الصحيح راح يكون له مستقبل جدا ممتاز. عموما كملت بحبشة، لسه ما وقفنا خلاص الكاتب وعرفنا أنه ما عنده أعمال ثانية، أمرنا لله ننتظر أعماله القادمة وإن شاء الله تطلع كويسة. قلت خليني أشوف مين اللي أخرج هذا المسلسل، لأنه الإخراج أعجبني، الإخراج جدا مذهل، الإخراج ممتع. وتفاجأت أكثر يا جماعة لما عرفت أنه بن ستيلر هو اللي أخرج 6 حلقات من أصل 9 حلقات من هذا المسلسل. أمبيه إز ذيس بين ستيلر شخصيا؟ ياب بين ستيلر شخصيا، مش ده اللي بيسوي أفلام كوميدية ومعظمها تقييماتها عادية؟ ياب هو. بس معليش أحب أصحح لك حاجة، ترى بين ستيلر أخرج أعمال مرة كويسة وكبيرة ولها سمعتها في البلد إيش بك، زي تروبيك ثاندر وزي زولاندر وزي ذا سيكريت لايف أوف والتر، كل أفلام ضربت ضربة بالتي 66 كلب وعملت ضجة في العالم إيش بنا. المهم يا جماعة إنه بين ستيلر أنا توفق في إخراج 6 حلقات من هذا المسلسل بشكل جدا مجنون. اللي بقوله لكم إنه هذا المسلسل قوي إخراجيا إنتاجيا وكتابيا، وبناء شخصياته تم بشكل أشبه ما نقول عنه مثالي، وبرضه من الناحية البصرية وتصميم مواقع التصوير أم ماي أم ماي. مسلسل جذاب فيه لمسة خيالية جدا رهيبة أصلا، وأنا أتابعه افتكرت فيلم فايفيريوم. تفتكرون فيلم فايفيريوم؟ مرة شرحناه في القناة زمان في بداية القناة، شرحنا فيلم فايفيريوم بالتفصيل ممل. ليش شرحت فيلم فايفيريوم؟ لأني مرة أعجبت فيه. أوكي ماني قاعد أقول لكم إنه الشطر أو سيفرنس مرة يشبه فايفيريوم، ولكن جانب العزلة والمكان الغريب والبيئة الغير مريحة للبشر الطبيعيين يمكن أكثر شيء خلاني أربط ما بين العملين هذولي. المسلسل من بطولة آدم سكوت وزاك تشيري وبريت لوير وجون تور أتوقع، بالإضافة إلى الممثل القدير كريستوفر واكن، وبرضو الممثل القديرة باتريشيا أركيت واللي دورها راح يخليكم تكرهوها كره العمى. تذكروا كلامي، راح تكرهوها كره العمى. كريهة 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 كريهة
كريهة. المسلسل يا جماعة متوفر على أبل تي في ومصنف لمن هم فوق 18 سنة، ونازل منه حاليا موسم واحد مكتمل ومنتهي مكون من 9 حلقات فقط، راح ينزل منه موسم ثاني قادم يفترض انه في وقت ما هذه السنة او السنة القادمة. وبدون مبالغة يا جماعة والله المسلسل يفوز، صح انه علقني تعليقة بالتستة وستك تعليقة في نهاية الموسم اقصد، بس وربي يفوز، صح اني انقهرت انه انتهى بس وربي يفوز، ما انتهى يعني انتهى الموسم، باقي فيه تكمل الاحداث، فاعملوا حسابكم يعني اذا انتم من الناس اللي ما تحبوا التعليقات انتظروا بس حطوه في الليستة، حطوه في الليستة، اولوية اولوية مرة اولوية، بس اهم شيء لازم تتابعوه، لازم تتابعوه عجلنا ما اجل، اعطوه فرصة، كل اللي بقوله لكم اعطوه فرصة، وهذا الهدف من هذه السلسلة، اعطيه فرصة. مسلسل لعب في نفسيتي، شدني شوقني وترني، والأهم من هذا كله استمتعت بكل حلقات. أوكي في الحلقة الأولى يمكن راح تحس فيه إيش قاعد يصير يعني مطفش، لسه حبة حبة اعطي الامور فرصه. ها اللي اقدر اقوله لكم يعني ترى انا كوجيه ترى ما اسويها الا نادرا اني اتابع مسلسل احرقه كذا ورا بعض، نادر ما تصير، اخر مره سويتها قلت لكم ايام ذا ليفت اوفر قبل سنتين، والحين هذا المسلسل لما اكتشفت انه نازل موسم كامل منه حرقته حرق ما تحصل، هذا لا يحدث كل يوم ابدا. اذا انتم تحبوا الخيال العلمي والغموض المسلسل ذا مرة بيشدكم، إذا أنتوا تحبوا الأفكار الموجودة في مسلسل بلاك ميرور وفيلم فايفيريوم والأشياء الغريبة والمزيج كده ما بين الكينونية البشرية وهل أنا أنا ولست أنا وكيف أكون أنا إن لم أكن أنا، المسلسل هذا راح يكون صديقكم الأول في هذه السنة. إذا أنت من متابعين المسلسل شاركني آرائك وتقييماتك لهذا المسلسل في التعليقات، علما أن محدثكم قيم المسلسل وأعطاه 9 من 10، ولو ما أنه كان عندي بعض الملاحظات البسيط أنا أعطيته 10 من 10. طيب يعطيكم العافية يا جماعة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.